ضمن المشاريع الخيرية التي تنفذها منظمة إيديا التركية للمساعدات الإنسانية والتعليمية، فقد دشنت المنظمة هذه المرة سهريا للمياه الصالحة للشرب لطلاب كلية العلوم القانونية بجامعة عين جمينة. باسم جميع الطلاب عبر الأمين التنفيذي لاتحاد طلاب التشادين فرع جامعة عين جمينة يحيى بركاي محمد، عبر عن شكرهم لمنظمة إيديا على ما قامت به، متمنيا تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية لطلاب الجامعة. أما رئيس المنظمة فقد أكد أن مؤسسته ستظل في تنفيذ مثل هذه المشاريع للمؤسسات التعليمية. نحن فتحنا في 4 سنة في تشاد 2000 آبار، ونحن أيضا نساعد ثقافة تشاد لعلاقة بين تركيا وتشاد. نائب عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة عين جمينة ممثلا لإدارة الجامعة أشاد بهذا العمل الإنساني الذي يقوي الترابط الأخوي بين البلاد ودولة تركيا. هذه بداية موفقة حقيقة من الإخوة في الجمعية التركية، ونتمنى أن يستمر هذا التعاون. نحن لا نملك إلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم هذا العمل. هذا وبحسب القائمين على منظمة إيديا التركية ستنفذ في الأيام القادمة مشاريع أخرى بباقي كليات جامعة عين جمينة وفق البروتوكول.